Don, go ahead and check it. Have you been paid? تلك المرة اللي اتكلمت فيه من الرب وبأكد على أربع معلومات يجب أن يكون في هذا الموضوع. قلت لحضرتك أن الداتا مفهوم كلمة داتا أو مفهوم كلمة بيانات. يعني إيه بيان؟ يعني في موضوعية لحاجة، قد يكون رقم، قد يكون شكل، قد يكون اوديو، قد يكون فيديو، قد يكون سيجنال وارد من سنسور، كل دي تعتبر داتا. والتعامل مع انظمه الحاسبات باشكالها المختلفه مبني على كيفيه التعامل مع هذه الداتا. والمشكله بتاعتنا دائما يا حضرات عندما يزيد حجم البيانات يجب ان نجد اسلوب معين لهيكلتها والتعامل معها. أحد أشكال هيكلة البيانات اللي هو الداتا بيس. الداتا بيس ده مصطلح بيانات مخزنة على صورة سجلات، وكل سجل بيصف كائن أو أوبجكت أيا كان هذا الأوبجكت. يهمني إن حضرتك تعرف الديفينيشن أو الديفرنت ديفينيشنز، يهمني ان حضرتك تعرف اكزامبل، يهمني ان حضرتك تعرف البروبرتيز، يهمني ان حضرتك تعرف ان في خاصيه مهمه قوي في البروبرتيز هنا ان هي كاونتد مانيوال اور باي ماشين، يمكن صياغتها او التعامل معها من خلال بشكل يدوي الورق للتبييض. حط على مكنه اصبح عندي منظومه متكامله مقول عليها داتا بيز سيستم اي بي اس. يهمني في الاي بي اس يا احترام ان حضرتك تدرك معايا ديفينيشن كومبوننت، يهمني انك تعرف ابلكيشن، يهمني ان حضرتك تعرف فانكشن. من الكومبوننت يا اساتذه في مكون اللي هو الداتا بيس سيستم. مانجمنت سيستم، دي نيرمان نقول عليه داتا بيس سيرفر، مانجر انجن، كل ده بمعنى واحد. يهمني ان حضرتك برضه تدرك معايا الدي بي اس function objective component the advantage and disadvantage. هذا هو التدرج اللي احنا مشينا بيه لغايه دلوقتي. ان عندي اربع مصطلحات ليهم علاقه ببعض، يجب ان احنا نعرف ايه علاقتهم ببعض، ويجب ان احنا نعرف بعض البيزكس اللي تساعدني على فهم هذا المقام. اتكلمت مع سعادتك ان المكونات هنا يجب ان حضرتك تعرف ان في يوزر، في داتا، في هاردوير، في سوفت وير. البيانات هنا يجب ان تدرك ليها مفهوم مهم.
اللي هو الداتا موديل. يعني ايه داتا موديل يا حضرات؟ دي اخر حاجه كنا اتكلمنا فيها في نهايه المحاضره اللي فاتت. داتا موديل هي عباره عن الطريقه التي يتم استخدامها للربط ما بين السجلات وبعضها البعض. تختلف الموديل في الداتا بيز وفقا لكيفيه الربط ما بين هذه السجلات وبعضها البعض. ده اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت. وهذا الاختلاف ادى الى ظهور عدد من النماذج يتم استخدامها في الحياه العمليه. العدد ده كام؟ أربعة. ما تيجي 20 جريمة دلوقتي أنت بتقول أربعة. هو أنا الإجابة غلط؟ بعدين بتحكي لي كده. كام يا حبيبي؟ طب أنت واقف يعني كنت مركز معايا كان فين ولا كان عايز تشوف الداتا يعني سويت بس الأربع مصطلحات يا حبيبي؟ يعني ايه بيان؟ يعني ايه داتا بيز؟ يعني ايه داتا بيز سيستم؟ ويعني ايه داتا بيز مانجمنت؟ الاربع مصطلحات دول واضحين عند حضرتك؟ بقول لحضرتك ان البيانات هتشكل سجلات. الربط ما بين السجلات دي وبعضها افرز عن عدد من النماذج. كام؟ ست. حضرتك قلت اربعه. وانا حسب ما قرات يعني هم كتير بس انا شايف ممكن تقريبا اربعه اللي هو دايركتور دول هي هم مش اربعه هم سته. لو حضرتك بصيت يعني قرات اولا في السلايد يعني هو ايه لما هتيجي ساعتك تقرا اقرا في السلايد وبعدين تحاول انك تستفيد منه تزود عليه. ولو لقيت حاجه في كتاب مختلف عن اللي انا كاتبه تعالى وناقشت فيه. اول سؤال دائما بساله لك عندك مشاكل؟ عندك استفسارات؟ عندك دلوقتي حضرتك استفسار مهم. انا ادعيت المره اللي فاتت ان هم سته وحضرتك تقول لي من خلال قراءتك وصلت ان هم اربعه. جبت الكلام كام يا ست؟ ايه هم؟ الفايل سيستم هيراركي نتورك ريليشنال اوبجكت اورينتد اوبجكت ريليشنال ريليشنال. في الفايل سيستم يا حضرات وده اللي انا كنت طالبه من حضراتكم في التقرير انت كبروجرامر تقوم بإنشاء ملف وإضافة بيانات فيه وتهيكلها أنت كبروجرامر على صورة سجلات. ماشي يا أستاذة؟ لو قلنا رسمة صغيرة كده هذه البرنامج وهذه السكندري ستورج عليه الديتا. فايل سيستم. السؤال ده انا جبته في الامتحانات تقريبا حوالي 15 مره، كل مره يجاوبوا غلط. ما تجاوبش قول يا حبيبي في الامتحان. اللي هم بيجاوبوا غلط. بس اكيد حضرتك قلت انا اكيد قلت طب ما طب انا قايل ان هم سته وقلت دلوقتي قول لي اربعه. هو انا كل حاجه بقولها انت بتوصلك حضرتك يعني انتوا عارفين ان في كوميشن غير طبيعيه مؤدبين قوي. لكن بعد كده لا بتسمع ولا بتذاكر ولا بتركز. مش عايز اقول حاجه تانية لان كلكم بتفهموا يعني. بس الموضوع ده عجيب يعني. الله ينور عليك. ليه؟ لا هو في على فكره دي من مقاس بس انت مش واخده بالك.
فين يا عمر؟ ايوه عمر. فين الديب الماس؟ احطه هنا جوه البرنامج ولا احطه هنا جنب الديب؟ نعم؟ البرنامج مستقل بيبقى قصير من الداتا. انت لا تستعين بالديب الماس بل تقوم ببناء الوظائف اللي الديب الماس المفروض يقدمها. البلاك فايل مفيش ديب الماس. وثالث مسؤوليه اليوزر ضخمه. افتح مساحه على الهارد ديسك. افتح ملف. اكتب في الملف بيانات. البيان الاول والثاني والثالث ازاي هتشكله؟ ازاي هتسترجعه؟ ازاي هتفصل ما بين السجلات؟ ازاي هتؤدي وظيفه ما؟ قصه كبيره قوي لو انت بروجرام وفكرت ان انت تبني برنامج يخزن البيانات في صوره سجلات كما لو كنت بتبني الدي بي ماس داخل الكود. ماشي يا استاذه؟ الفانكشنز المختلفه دي اللي المطلوبه من حضرتك للتعامل مع البيانات في صوره سجلات انت اللي بتعملها كلها. هو البرنامج. فهنا مفيش دي بالنسبه يا استاذ عمر. الفايل سيستم وانا لما سالت السؤال في الامتحان ما سالتوش بالشكل ده. قلت ما هي المزايا للدي بي ام اس في الفايل سيستم؟ فطبعا حضراتكم في سلايد الادفانتج بتاعت الدي بي ام اس كله حافظها. بينما الاجابه هتقول لي مفيش دي بي ام اس في الفايل سيستم. عرفت السؤال؟ عرفت الغلطه بتيجي منين يا حبيبي؟ ان انت بتاخد اللي هم ممكن يكونوا فهموا ان هو حضرتك بعد ما هتبنيها هيبقى ليها مزايا فاحنا فعلا هنبنيها يبقى لازم تبقى موجوده. هو اصلا ما فيش. هي عندك وظائف شبه الدي بي ام اس. وظائف انت لما جمعتها كده مع بعض انا كبروجرامر او كناس بتشتغل في حق بشم... لكن لغايه الفايل سيستم مفيش. في ولا مفيش؟ لما واحد ايه اساله ايه المزايا ويقول لي المزايا معنى كده ان ايه؟ مش فاهم. الداتا بيز موديل فايل سيستم ماتش بيستخدمه الهيراركي ما حدش بيستخدمه النتورك برضه ما حدش بيستخدمه الكلاب نبدا في عندي ثلاثه متفقين تراديشنال اوبجكت اورينتد تراديشنال في الحقيقه حضرات كل الناس ما اشتغلتش غير ريليشنال. ريليشنال هي
احد اشكال قواعد البيانات. ممكن بدل احد الاشكال دي هتقول لي اهم او اشهر يتم تخزين السجلات فيها على صورة جداول مترابطة أو علاقية. ده تعريف الريليشنال ديتابيز، جداول في بينها وبين بعض علاقة. كلمة ريليشنال ده من علاقي أو ارتباط، جداول مترابطة. ماشي يا فندم؟ يبقى هنا ده تعريف ريليشنال ديتا. لو بتحدد انها نوع من انواع قاعده البيانات، بتحدد لي طريقه ربط او خصائص هذا النوع. خصائص النوع ان السجلات متخزنه في جداول، والجداول دي بينها وبين بعض علاقه. يعني ايه علاقه؟ يعني الجدول ده ممكن يرتبط بالجدول ده. المثال اللي انا دايما اضربه لحضرتك ان البيانات بتاعه حضرتك او البيانات بتاعه المواطنين متخزنه بالرقم الاول في وزاره الصحه، اسم، سن او تاريخ ميلاد، عنوان. اذا خزنت بيانات عن حضرتك في مكان اخر هاخد الرقم القومي دوت واخزن به البيانات. الربط ما بين الجدولين يكون عن طريق ان انا ادور في الجدول ده على الرقم القومي دوت واخد منه البيانات اللي انا عايزها، ومن الجدول الثاني البيانات باقي البيانات اللي انا عايزها. يبقى انا هنا ربطت ما بين الجداول، ربطت ما بين الجداول يعني كررت عمود. هل هذا التكرار فيزيكالي اور لوجيكالي؟ تكرار فيزيكالي ولا لوجيكالي؟ تكرار ايه بالظبط؟ تكرار احد الاعمده ما بين الجدولين للربط ما بينهم. هل هذا التكرار فيزيكالي اور لوجيكالي؟ الاثنين. الاثنين والله. فيزيكالي على الارض او على البيتس، ولوجيكالي على البروجرام او على الجدول نفسه. اعتقد اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، مش فاهم اجابتك يا عبد. يعني فيزيكلي على الهارد درايف في بيتس او بوينترز اكتر لمبادئ. فيزيكلي يعني متخزنه في عقل. يعني في حق بيتكرر في الجدول ده وفي الجدول ده. لوجيكالي ان احنا شايفينهم في ربط ما بينهم، لكن فيزيكالي هو حقل واحد وظهر هنا مره وظهر هنا. فاني واحد؟ ايوه مصطفى. على السكندري ستورج. هل تكرار هذا العمود هو تكرار فيزيكالي يعني بيتخزن اكثر من مره، ولا بيتخزن مره واحده بس؟ نعم؟ في جزء ده اصلا بنتكلم على مثلا زي اي دي مثلا نفسه. هنا جدول، عندي جدولين، العمود ده اسمه سوشيال سيكيورتي نمبر، العمود ده اسمه سوشيال سيكيورتي نمبر. هل هذا العمود او البيانات دي متخزنه مرتين؟ حسب البروجرام ستور ده عمل لها ستورنج ازاي؟ هو ممكن يعمل مثلا عمل لها ستورنج عن طريق ان هو عادي كذا وتاني. على فكره انت هايل قوي، عجبني قوي ان انت بتناقش، بس يعني نفسي افهمك. لا على فكره هو في حته
يعني لو قالها يبقى اكثر من رائع. هو الوقت البروجرام اللي هو عمل الجدول من تاني وحط فيه بيانات السوشيال سكيورتي نمبر تاني اللي هو كده فيه مسجل مرتين لكن هو عمل ريفرنس على البوينتر بتاع الجدول الاولاني بتاع السوشيال سكيورتي نمبر اللي هو كان مسجل مره واحده فيزيكال. انا هقول لك لو هم متخزنين على اكثر من هارد ديسك فيزيكالي متخزنين مره. لو متخزنين على هارد ديسك واحد متخزنين مره وتشير اليه وقت ما انت عايز. بمعنى on the same secondary storage لو عندك 10 تستطيع ان انت تبص ليهم مرة على انه جدول من 5 ومرة على انه جدول من 3 ومرة على انه جدول من 10 تمشي. اذا انت خزنت البيانات على مكنة واحدة على وسيط تخزين واحد وكل مرة تنظر لها بشكل ده different view وانت تستدعي من البيانات اللي انت محتاجه من المركز وفي هذه الحالة يكون البيان مخزن مرة واحدة. اما اذا كان في secondary storage خاص بوزارة الصحة وانظر secondary storage خاص لازم يتخزن مرتين. مهمتك انت كديب ما حال تخليق هذا البيان انك ما تدخلوش مرتين. انك ساعة ما تدخله هنا يكون الاثنين مربوطين بشبكة يخشوا الناحية الثانية. ليه؟ لتجنب الادخال الخاطئ وبالتالي فقد الكونسستنس. فهمت حاجة؟ اعتقد انت الوحيد اللي ممكن تكون في اللي انا بحكي لانك ناقشت عشان توصل. دكتور انا عندي برضه سؤال بس هو يعني ايه انظر لها ان هي 10 كور يعني ايه انظر لها؟ نعم انظر لها يعني انظر اليها يعني اتعامل يعني افرض ايه انا مخزن هقول لحضرتك على ايه البيانات بتاعتك؟ المهم ان هيثم متخزن اسم سن عنوان رقم نتيجتك في السنه الاولى نتيجتك في السنه الثانيه الترم الثاني بيانات عن الثانويه العامه بتاعتك كده بتجيك لا بيانات متخزنه لما انت تيجي تشوف النتيجه تشوف ايه لك تشوف اللي انت عايزه بتطلع جدول اسمك والرقم بتاعك ودرجاتك. افرض ان انا عاوز اجيب بياناتك كلها يبقى كل كل بياناتك حسب البيانات اللي انا طلبتها عاوز اجيب بيانات بس خاصه بشهاده التخرج اسمك ورقم القومي بتاعك وتقديرك للبكالوريوس خدت 3 بيانات. عاوز اجيب بيان حاله كامل عنك اسمك والرقم القومي بتاعك ودرجاتك في كل ماده مش دي كلها متخزنه لكن تتعامل فقط مع ما ترغب وبالتالي هتستطيع وهي دي ميزه الريليشنال داتا بيز انها سريه في عرض المعلومات انك تخزن شويه بيانات يعني ممكن تخزن 10 كقول لكن تحصل على 30 بيان اسمك والرقم القومي وتاريخ الميلاد اسمك والنوع مش انا ممكن اخزن البيانات واقول عندي كام ذكر وكام انثى. هي ميزه الداتا بيز انك بتخزن البيانات في صور حقول وفي انا كنت هشتغل الفتره دي الاركتكشر بتاعت الداتا بيز بس انا قلت ايه لما هشتغل الريليشنال داتا بيز وارجع للاركتكشر هيكون اكثر ملاءة ابدا وتفهم اللي انا بقوله عكس كل كتب الداتا بيز. كل كتب الداتا بيز حتى عمنا سي جي دي لما جه يشتغل بيدي المقدمه اللي انا اديتها وبعدين داخل على الاركتكشر. المصري المان بابك كلهم بيشتغلوا عكس ما انا بشتغل. لكن من خبرتي في السنين اللي فاتت اكتشفت ان انا لما بكون اديت لك الريليشنال داتا بيز وارجع اديك الاي اركتكشر بيبقى اسهل عليك. ايوه التيبل نفسه الداتا بتاعته بتتخزن ازاي؟ نعم التيبل نفسه والداتا اللي جواه. التيبل بالداتا اللي جواه الطبق اللي جواه بتتخزن ازاي؟ هو مش بيتقسم هو انت تنظر الى البيانات باشكال ازاي؟ برافو عليك. حد فاهم حاجة؟ يعني ايه ريليشنال داتا بيز؟
طويل اللي على السطور. هي وانا مش عاوز تفضل يعني بس الكلام دي كنت مش قريب منك السجلات كنت نعرف جداه ليه على خطه ده اللي كنت اول برضو ممكن يكون في كولومز اكتر من جدول. نعم ممكن يبقى في كولومز ممكن يبقى اكتر من جدول بس نفس الاسم انا حاسس ان في مشكله في داتا مختلفه. لا هو الجدول او لما اقول كولوم هتبقى كل البيانات اللي بتكون منتظره في الجدول الثاني. انا لو عايز اغير في الداتا دي اغير فيها ازاي؟ سواء انت بتقرا او بتكتب هو بيروح يكثرك في المكان ده. لو جدولين مختلفين بنفس اسم العمل هو الجدول هو لوجيكال فيو. بس الاسماء هنا مختلفه عن الاسماء اللي في لا خلاص بقى طالما الاسماء اختلفت خلاص اسماء ايه مثلا لو يعني اسماء الاعمده ولا اسماء الايه الداتا اسماء الاعمده متشابهه ولكن الداتا اللي جوه مفيش حاجه اسمها متشابهه يا اما هي نيم مثلا عليك كلمه في كولوم اسمه نيم مثلا ده ستودنت والثاني مثلا ستويت وفي برضه نيم بس الاسماء هنا مختلفه عن الاسماء اللي ده كده اتخزن فيزيكالي مرتين صح؟ ده لازم اتخزن مرتين وانت هنا هتعمل بارتيشن هنا مالوش ايه هقول لك حاجه تقدر امتى افترض ان انت بنك القاهره او بنك الاهلي ليه فرع في المحله فرع في المنصوره فرع ما هو الجدول بتاع المحله هو الجدول بتاع المنصوره لكن البيانات مختلفه فما تحب تعرف تسامي العملاء كلهم تاخد الجدولين تجمعهم على بعض الريليشنال داتا بيس انا محتاج معايير قواعد البيانات الارتباطية يعني ايه؟ قواعد البيانات الارتباطية يعني ايه؟ حد يديني تعريف لقواعد البيانات الارتباطية داتابيزز ده اوضح بقى داتابيزز ريليشن طبعا كده اوضح ريليشن كده لا كده عمر بيوضح عليك يعني ايه قواعد البيانات الارتباطيه عمر كم واحد يعرف يعني ايه قواعد البيانات او الريليشنال داتا بيس؟ اللي يعرف يبقى ايه؟ يعني ايه الريليشنال داتا بيس؟ اللي يعرف يبقى ايه؟ اللي يعرف يبقى ايه؟ تعرفي الريليشنال داتا بيس تعرفها تعرف يا حبيبي ما تكون معدل
كل حاجة. ايه انواع البراند اللي بتطيح؟ داتا ليها علاقة ببعضها نوع من انواع بس يعني على فكرة بس خليك تصيح نوع من انواع قاعدة البيانات او نوع من انواع الداتا بيز بيتم فيه تسجيل السجلات على الكمبيوتر. لازم تذكر انها بتتم ولازم تذكر طريقة اللي هي علاقة بشكل وقولها في اي شيء. يعني لو ضعف التعريف بتاع كلمة داتا بيز موديل وريكورد والعلاقة ما بين الريكورد انا عشان نفهم التعريف. تعرفوا انكم يعني انا بدي محاضرة بعدكم السنة الرابعة. وضحها كتير. مش عارف مش عارف. دي مش عارف مش عارف. الداتا بيز موديل هي طريقة ربط السجلات مع بعض. الجامعة الألمانية أو الجامعة البريطانية أنا في الكتير. وشاركت
مش في وضع المقررات في تقييم المقررات. المقررات التي تدرسها هنا أو في الجامعة الألمانية أو الجامعة البريطانية أو أي جامعة على مستوى العالم هتلاقيها قريبة الشبه جدا، لكن حضرتك بتاخد جرعة أكاديمية أعلى منه شويتين. هو عنده الطالب هناك ممكن يدرس مسرح وأدب وإنجليش كورس اثنين وثلاثة ويهتم بيه أكثر من مواد الكمبيوتر ساينس. هو يعنيه إنه يطلع مهندس يعرف يتعامل مع التكنولوجيا ويتبعها ويراقبها. هقول لك على حاجة شفتها بعناية، عرفت مايكروسوفت وأجل وهناك لقيت حوالي مثلا 16 دور تحت الأرض و 48 دور فوق الأرض. تحت الأرض إخواننا المصريين باكستانيين والهنود اللي هم بيفهموا اللي اتعلموا صح، وصدقني ده اللي بيحصل. انت اتعلمت صح، هو لبس بدله وجرافطه ويعرف يعمل ماركتنج قدك 30 مره. اتعلم ان يدرس فلسفه التعاون مع الزبون، سيكولوجيه السوق، بيدرس اقتصاد، بيدرس ادب، بيدرس فن، بيدرس كذا. هما بيعلموهم ازاي يبقى مانجر وفاهم شويه. لكن انت بتتعلم ازاي تبقى تكنيكال شوت. معلش انا هاخد منك كمان ثلاث دقايق. في علم اللوائح، علوم اللوائح، يقول لك الحصول على درجه البكالوريوس في تخصص الهندسه الزراعيه او في تخصص النباتات في كليه العلوم. يجب ان انت مثلا نفترض ان انت عندك 100 كورس يجب ان تدرسهم للحصول على درجة البكالوريوس. بعضهم يقول لك بعض المقررات هنا University Requirement، متطلب للجامعة، متطلب للجامعة اللي هي اللغة، اللي هي الثقافة والفنون. هنا Basic Science وفقا للتخصص ما بتاع اللي Basic Science اللي لسه مش هتديله فيزياء وكيمياء، انها بتاع علوم زراعه هندسه هتديله فيزياء وكيمياء وماث. بعد كده سبيشال اللي هي المقررات التخصصيه. بعد كده التخصص الدقيق، يعني هنا بتوع كهرباء يدرسوا كلنا شبه بعض، وبعد كده التخصص الدقيق في الحاسبات. شايف الاربع خطوط دول عمالين بقى يتفاضلوا ما بين الجامعات وبعضها البعض. واحد هنا يجي يقول لك ده انت بتدرس 7% بس، وهنا 12% والباقي 80% دول في التخصص والتخصص الدقيق. احنا من مدرسة الجزء اللي تحت ده نهتم بيه قوي. مين شغال زينا؟ ستانفورد، ام اي تي، الجامعة الامريكية. انا كنت في جامعة في امريكا ما كانت كده رقم 13 على ايه على العالم. وجنبها جامعه صغيره كده اسمها ايستون كندا. اشتغلت في ايستون. انا كنت طالع على كنتكت ورجعت على رحت ايستون. ده ايه؟ بينهم من بعض 10 متر. ودي جامعه ودي جامعه. واحده بتشتغل تجننك كقوم في المقررات اللي انت بتدرسها. وكل اللي يعني انك تطلع تكنيكال او اكاديميك كويس. والتاني يهمه ان يبقى معاك درجه البكالوريوس وعندك تدريب. والاثنين بيفرقوا. فاذا لكن في كور كورسز لازم كلنا ندرسها. يعني بتاع الجامعه الامريكيه، بتاع الجامعه البريطانيه، بتاع الجامعه الالمانيه، بتاع جامعه القاهره وعين شمس، بتاع ستانفورد، بتاع اسفورد، وات ايفر. لما هيجي يدرس الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة في ثلاث مقررات ثابتين عندهم، الشبكات والداتا بيز والبرمجة. لكن ما عندهمش كنترول مثلا. نعم؟ كنترول مثلا. هو الكنترول لأن التخصص بتاعنا في مهندسة الحاسبات والمنظومة.
ونظم التحكم. فهو ايه في كمبيوتر انجينير بيور وكنترول ساعات يبقى ديبارتمنت لوحده وساعات يبقى تحت كهرباء. احنا هنا حاطينه في مع الحاسبات. فاذا اللي اقصده اللي بتدرسه هو اللي موجود في 90% من الجامعات ما في كليات بسيطة. لو دخلت على السلف بتاع ستانفورد او ام اي تي هتلاقي 80% من المقررات اللي انت بتدرسها في تخصص هندسه الحاسبات انت بتدرسها. معنى نرجع لقصه بقى ايه الرابعه. يجب ان حضرتك ما تزعلش ان انا اسالك وما تتضايقش ان انت ما عرفتش دلوقتي ما عرفتش لكن تتعلم. هيجي يوم من الايام تقعد في ميتنج لانك مش متعود على الكلام. على فكره لو مش متعود على الكلام انت طول عمرك كده ولازم تتخلص من هذه العاده دي ولازم تناقش وتتكلم. هتقعد وقت من الاوقات تعرف تسال ولا عارف تتساءل. كوميونيكيشن سكيلز يا حضرات مهمه جدا. حاول ان لو انت داخل اي محاضره انا النهارده هسال سؤالين. انا متاكد ان 90% من حضراتكم هو قاعد بيحب يتخرجوا على عديد ناس بتتخرج ما يحبش الناس. يعني مثلا حاجه مثلا زي البروجرام مثلا احنا مثلا بقالنا من اول اعدادي لحد سنه ثانيه بندرس نفس البيزكس كل سنه. فمثلا في ام اي تي مثلا او في كورس سي اس 50 كورس اسمه سي اس 50 بتاع مات ديمن في ستانفورد حرفيا كل الكلام اللي احنا خدناه في ثلاث سنين اول محاضره. نفس انا ممكن اخلي ايه نفس اسماء المواد اخلي نفس اسماء المواد بس الكلام اللي جوه الماده مختلف خالص. مش معنى ان انا نفس اسم الماده ان انا باخد نفس الكلام بتاعه خالص ابدا. بس هو نفس اسماء المواد فعلا بس ما فيش اي حاجه جوه زي يعني. القصه يعني طويله وذات شجون بس دي الحقيقه. ممكن تضيع محاضرتين لكن ما عنديش مانع ان انا ايه اتكلم فيها بصراحه يعني. كلامك اكثر من رائع. بقول لك ان انا درست برمجه ثلاث مقررات اعدادي اولى وثانيه والثلاثه حاجه واحده. حجم المعلومات التي وصلت سعادتك حاجه واحده وهو عباره عن محاضره واحده في اي مكان. طيب عندنا مشاكل. هي مش عندنا مشاكل عندنا كوارث. دي الحقيقه بصراحه. وعلى فكره مش هزعل منك لان انا متفق معاك في الحته دي. ربنا يصلحك. بس انت كنت يعني للاسف فترات كبير من المشكله في استبيان اللي اتعمل لحضرتك. الاستبيان دوت بيترتب عليه ان انا مخطط منه. عمل لها ثلاث مرات ما بيتعملش بحاجه. انت غالي بتتحرك كل مره بالكلام اللي انت بتقوله دوت تبقى عملت ده. اولا ثانيا دكتور عايز اقول حاجه بس هو اصلا في جزء كبير من المشاكل بتاعت الراجل اللي بيقف هنا يبقى جزء اخر انا كنت اتخرجت مش شاطر في الطلبه الشاطرين قوي يعني كنت كويس. واذا كنت اشتغلت في القطاع الخاص كنت بقيت حته ثانيه في مصر. اشتغلت هنا قعدت خط دم خمس سنين ماجستير خمس سنين دكتوراه. بعد الدكتوراه عشان
كل العقد اللي انت بتحط ده ولا حاجه لما تقف قدام لجنه قيمك او امتحانك لوحدك كده عشان تديك من الشتيره. ايه الكاميرا بقى؟